حقيقه يعني موسم احنا كنا متعودين عليه في الفولي، فرقه بتاخد كل البطولات اللي بتخشها، حصل دروب ولكنهم رجعوا بقوه كما عودونا الحقيقه يعني. كعادتهم الماسترز متعودين منهم ان اي بطوله الماسترز فيها البطل فيها هو النادي الاهلي الحقيقه. تعالوا نروح نشوف هذا التقرير عن انجاز طائره الاهلي هذا الموسم ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مره اخرى. طائرة رجال الأهلي حلقت عاليا في سماء مصرنا الحبيبة وقارة إفريقيا بعد تحقيق الرباعية التاريخية للموسم الحالي، وهي لقب الدوري المصري الذي توج به الفريق البطل التاريخي للمسابقة للمرة 34 بعد الفوز على حامل اللقب الزمالك في مجموع المواجهتين بالدور النهائي، وتوج بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي، وهي بطولة مستحدثة تم انطلاقها الموسم الماضي، والهيمنة أيضا على لقب كأس مصر للمرة 22 في تاريخه بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بثلاثة أشواط. وحقق رجال الأهلي لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة 16 في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على فريق مولودية بوسالم التونسي، ليتأهل بذلك رجال الماسترز إلى كأس العالم للأندية للكرة الطائرة المقرر إقامته في الهند في 10 سبتمبر بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات، ليتوج بذلك بجميع البطولات التي شارك فيها. نفذ رجال الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء وعدهم للأسطورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل بداية الموسم، وقدموا موسما مليئا بالنجاحات وسط حالة من الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل. حرصت إدارة القلعة الحمراء على تكريم كتيبة المدرب الإسباني فرناندو مونزو في حفل كبير أقيم بمقر النادي في الجزيرة، وقام المهندس خالد مرتقي أمين الصندوق بإهداء اللاعبين والجهاز الفني عملة تذكارية تحمل شعار النادي، فيما أكد الكابتن محمود الخطيب أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه رجال الطائرة كان يستحق تكريماً من نوع خاص، وأن كل من يلعب للنادي الأهلي يجب أن يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وأن ما تحقق من إنجازات أصبح جزءاً من الماضي ولا بد من الاستمرار في كتابة التاريخ.